اختي صفية جات تخطب لوليد هنسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام، تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد، تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جابيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية. بابا بابا شنو هذا؟ حليب. حليب؟ لا لا بابا، احنا نشربو حليب رامي. وعلى بالك على خيام حليب رامي. حيوية ابروبو فيتامينات منا. رامي غني بأحسن الفيتامينات ومصنوع في أجود مصنع في الجزائر بتقنيات ألمانية حسب المعايير العالمية. الحليب رامي. للي ساكن في الكوزينة يطيب وعمره ما يمل، يحوس على شلاطة بينا. وشنو هو الحل؟ مايونيز مستر، طبعا مستر هو الحل. هو الحل. واللي موت على الخرجات مش اكل اشهل مأكولات، فخيت امبورغر بيتزات. وشنو هو الحل؟ كيتشوب مستر، طبعا مستر هو الحل. هو الحل. واللي عرض كل اصحابه وفي الشغل تلاقى احبابه، والمشوي على الباربيكيو. وشنو هو الحل؟ مو تاخد مستر، طبعا مستر، مستر هو الحل. الماكله ناقصه بنا، زيد مستر وتهنى. مستر سي سوبر. قدامي ريح جي في وقتك، فين في الشباب؟ وش كدير؟ اني سناكي. ارا حبه هاك. ليه 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 يا زعمي؟ أقول لك ليه هتقرميش؟ خنش 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 خنش. توش حبيت؟ أنا سناكي. أنا شوية. يا مديرة. يا خديجة. هبكعتي. يا دي احبس احبس. سناكي. Can't stop eating. السلام عليكم جاري، حبيت نسقسيك طوموبيل ديالك وراك تبيتها في شومبرا ولا في صالون؟ هذا كاع كروستي. على بالي هاي كروستك، علاش قلت لك انا ماشي كروستك؟ لا لا، هذا برودوي كروستي، هو اللي نبقى لي كروستي. كروستي ينظف يحمي ويلمع سيارتكم من جميع الرواسب. مالي برودوي كروستي، ما نتحيرش على كروستي. كروستي افضل منظف للسيارات. Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. مع توب سول فريشور لافاند، عطر جميل يغزو منزلكم. توب سول ينقلكم الى عالم اخر من الاحاسيس. هذا البرنامج برعاية رامي. ولكن احيانا فقط زبدة الراعي تكفي. زبدة الراعي مأخوذة من أجود المراعي. سناكي. Can't stop eating. عرض خاص، عمرة مجانية لكل 4 معتمرين. اتصلوا بنا على بوتيك دو فواياج. ميلي
آمال ما تعرفش ستوب، مبيد حشرات فعال جدا، لا يحتوي على غازات ذرة. ستوب، حل واحد لزوج مشاكل. راني في مشكل كبير. شو ذبريا؟ إنيتي تسيب روحك برا. نعطيك ديري فيه 3 أيام باش تخرج من داري. سيبينا ويهدد فيا هذيك الورقة. وأنت لازم تعطيني هذيك الورقة. هذا المهمة تاعو باش تفهمني مليح. المهمة تاعو هذايا يفكرني. أيوا. أنا قدت فاميلة ودمي. أنت يا فكرت قبل الرملة اللي خدمتيها. ديري فيها الدواء اللي حيعطيه لك سحنه. تاع الرقاد تعطيه لنسيب جلالي اللي هو اخو جلالي ياكل الرمله يرقد تديها عينه ندوله الورقه شحال حلو في السالفين هيا بن سارق سبحان الله الو شكون مريم وجابك انت في التليفون إخلاص تبعثتك رحتي درتي لافيرتك الصحة إن شاء الله ربي يجازيك خير يا كنا واقفين مع السيد نمرو ياك فجبتيه شوفي مريم إخلاص تدرتي اللي عليك مش تعيطي في هذا النمرو يا خان بابك تليفون ما يعيطوا لك يماك هذه سير أوناتوس جاوبي فهمت أنك فجبت نمرو يا روحي ونعرف هذوك تبقى تعيط وكذا تبعث فيني ميساج عيب بعديني صابتها سبة دقات جلالي يا جلالي وش بيه على وجهك ودير كوتشيزو في وجهه لكينا ليك ورانا ايه مشي نورمال انا نقول لك انا عايش مع المهابل يا ودي دوك نحكي لك واش ازرع دوك عمريا جابت تمهينة فيها الدواء انا الحبة تمهينة موت عليها يا حي ما تقول ليش انت كيف التمريض نورمال كيف انت شت الدواء باللي درنا لداخل كليتو ما تعرف نفسي تاع التمهينة جابت عمري جعلتك ميدك ما تجي قد ربعة خطار تاع قربة تاكل شوية منها شوية منها شوية منها تاكل ولا ناكل تاكل ناكل تاكل ناكل دوكا قول لي هذاك فين توقف معاه سكوان وكيما على بالك على التامينه ما نجملهاش كليت افو تيمو بالله يا سبحان الله فكرون مكابري على الظهر شو اللي تحبس لك مخك الجيلالي على بالو بلي طمينه فيها الدواء تاع الرقاد وكليها ساقط وشني حلو انا باين سكر نتقاطع شو اقسم بالله ما سلم عليكم انا ندير معاكم حبوا الشباب حبوا شغل وتحبوا واحد الخيل شغل يجري بوتين شغل يعرف يلعب بالون شغل على ثاني وش كان انا ندير معاك دودة القز اسمع لي يو صاحبي شكيما يخدمو تنخلع خليني ندر معاك اسمع جوني هذاك لي طويل شغل جاي عليه شغل طولوت كرا عرس شغل ليه 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 ورا واش بيك مزبوط تحوس عليا الجلالي هاي تقلع واش كاين روح امشي شح اقسم بالله قلت له كنت ندر عليك في الخير واش حاول جلالي قلت لهم ما كاش واحد يشوف البحال لهم اول كيما جوني 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 يس بابا يا وش بيك تعال اسمح لي شغل شت لك اللحية وش حاول جلالي هنا وش كاين دوك فهمك سحقيتك في واحد لافلة انا في الحقيقة عندي مشكل كبير شغل صغير
شغل كبير، شغل فوتي عكفان، شغل تخل لدى تحل الباب، سيب شغل سحنون عاوزوني مدى أقسم بالله انسيبي عبك باللي شغل يمرك مش يمرك، قول لي شو يمرك ملخشة دكتا انتي معك عميل عكفان ضربته ريا سحنون نراء أقسم بالله برهية ديرك قدها ومدمورة شغل عليه ليه ليه سحنون انسيبي أقسم بالله وكان يضربني صاحبي دي مهبول صاحبي اشراك في الدهير تلو كنت تسحل تخرج سالة تحدي بيها بلي زالتها وكان ندبر راسي صاحبي روح خلاص روح حب الشمام كبير وبهنو وني سامع باللي نسيبو او دافن البرية في المكتوب اي وش الدين ورق دير الورقة اوي ما نخرج منا غير ديت الورقة اي 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 قاعد كيما راك ما نخرجش غير الديت هذا شو عمي سيب عمي السارق يا حبيب اقتلوا كاخذني غير انا تقول انت انا اللي نربط الناس ما تربطش حنا اسمع بوس لك رجلي يا ودي جوني وش بيك مش بطاطا يا خايف وكذا يا وش بيك على بالي بلي جوني تم هبول اني نقصر شدك تلعب بني نلعب وش قلت لي روح ربط شحنون وكذا فوق داخل عليا تخسر لي في خدمتي شتا مريض انتايا كيف تجي تربط شحنون شحنون انا نربطو ياك تجي لي قلت لك روح ربط نسيبو هاك حابني نعيط لابوليس يدخلوك للحبس يضربوك ب 12 سنة وحسك ب 6 سنين اسمح فيا صاحبي يكذب عليك نسمح فور اسمع روح ذوكا نسيب الجيلاني يجيب لنا الورقة يا الكبير وبهلول نسيب الجيلاني؟ ايه هو اللي بيسابك صاحبي هو اللي خلونا منه يا الكبير بهلول قدام يروح عني يروح والله غيرك قاعد تهكر حبي حبلي قلبي عمالي سارق الغلطة تاع حياتي هذا الكبير وبهلو اللي طول يشوف بحال لو مهول صاحبي أول مرة في حياتي ما قدرتش نحل مشكل شني قدرت نحلو بصح ما قدرتش نحلو شغل بصح قدرت نحلو بصح ما قدرتش شني بوكا شكون حي فريها ويجي حل هذا المشكل طنطون جيلاني انت مالاد وش بيك الجيلاني راك مريض انا راني نبكي خوكي حب الشمان يا عمري على الجيلانيه بالك قسمتي لي قلبي احنا خساره عندنا الضيق في الدار وكرنا جبناك لدارنا ولا لا لا جدي جيلانيه ne pleure pas tu sais je vais demander à papa on a une place juste à côté de la niche de notre chien on va vous la prêter si tu veux واش قالوا جدي والله ما فهمتك بصح على بالي عندك الحق يا زعبي مسعوقة بزاف جبين هذيك عنجوز اللي طلع في تومي جيني اللي تكلم المكنزة الباب راه يسوني ما يكون غير عليلو اي صح الوالو ياسمين جي افيك توا اي صح الوالو عليه ولا لا لا جدي عاوزوني جلالي راك الدور طرواسي لاندر واش بيك روتي لا تركت مساء الخير عليكم مساء الخير يا جلالي فريتوها ولا غير قلبي كاع كان معاكم على بالي بصح انتوما تاني الغلطه تاعكم كان خليتوها على عليلو وكان يوفناها يا ودي هذاك ما يصلح والو لا لا انا نشفى بكري واحد الكلب كان مرمي برا هو اللي رجلالو الدار حتى كبر في هذي عندك الحق الكلاب يرفدوا الكلاب في هذي راني معاك كاينه ولا ما كان كاينه جدي شحال تغيرني هذي الطفله تحسها شغل تطلق مشاعر مشاعر سيمو بالله صح انا شو قررت باش ندخل تحت القرمود نخرج من فوق الباطعيمه نكز من فوق البوم نعطيها تحت القدره نخرج في تيتون شبه للقيتون نسكن انا ومرتي الجريلو هك تسمع
ولا انت خلاص عليا في الخرج خرج 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 اف 3 ولا اف 2 والله ما انا باني سا ديبو تو زهرك يا يما جيل عليا يا عسور او يستشفى لالا يا حبسوكي مارك جبتلكم واحد وحب يقولكم واحد السر وراكو تحوسوا عليه صدتوا في الخرش وليدكم جلالية سلموا عليكم يما سلموا عليكم بابا سلموا عليكم جماعة سلام ساعة شلون وين كنت اسمعي مش قلت لك يا ودي متخليش يخرج خليه يلعب خليه جيت باش نقولكم حاجة اقسم بالله جدي والسبة اه كيف بكون قولكم عليه كنت قاعد قدام البابي تحت القرمود فوق الدروج قدام العين شد جدي مليح 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 وسمعته مليح 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 هاك تسمع ذقناك يقول شزرة اوه انا طول بزاف واش جدي امسيا اللي جيت عندي نص نهار ولا نسنى فيك جبتني نجري عبالك راني مسحقك فور خير خير اسمع راني حابل الزوج كيفاه هسنى انا فهمك ولازم لي الدار بيان سور صحة وانا لازم لي نسكن في دار الجلالي لازم تخرج لي الجلالي من الدار انا خرج اختي دبر راسك انا ما تخرجهاش نهدر لاباس هكا واش تهدر نقول لهم باللي تزوج واش هت معاك بتخبيه صح هذيك جدي هذيك افير قديمه ماشي قديمه تتسيرج شوف عندي الحل باش تخرجوا ما تخممش هاك هاك هذه دير بيها البرد للجلالي خوفه قول له عندك ترواجور وتخرج هاك فاهم أني فاهم جدي وهذا ما كان ما تبقاش جدي اللي نرمي عليك مسرفة ما تخافش كنت أحضر هكا من الأول جدي نتفاهمو عليا أنا نخرج لك الجلال نتكلى عليك أتكلى عليك هيا هيا كونك مهني صح على آخر جدي بسلامة راني راح نتزوج في دار الجلالي تيري ري ري جدي اقسم بالله غير عب الشبان والالوان اكتو شت كيف دايرته جدي ها نقول لك يا فامي تلقميت هاي وش شكون فامي تلقميت هاك عليه راني عليه عمالك عليه من هكا جلول يو هاك شكفا دينا جدي يسمى تسمى وخوك دخرعو في الوقت اقسم بالله ماني طالقو حتى انا ماني طالقته بس عوقع بزاف يا صاحبي خلاص جلالي ما تقلقش ستة شهور كريا عليا في خاطر البراءة هذاك اقسم بالله غير تبراء هذيك الساحة جدي على كل حال درجات اشباه عطيت لنا عام مليحة كرا ما نخلصوش قلت لك ستة شهور ماشي عام أنا نسمع عام مليحة اكتو جدي باقي الدور 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 تعاود تولي ما بعرفش أنا نضر معاك أوصونا الباب بالك كاش بروموسيون جديدة زوج وحدة باطل ويت عنده الحق سكويتش ان نحل الباب تا قامت حشوت لي حانات جدي فهمت انايا جدنا مقلوب عصطح على بالك جدي انت زواج 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 اشجع 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 لا ولا غلاله اقسم بالله غلاله زوج فاني شعلوا الضوء عني مراد ابي سخسيك يا حبابك توما توما في معصر ما خصكمش واحد ما خصناش احنا بزاف قول والله خمزوج سكن منها سكن بيها وترمي عليا الدراهم خاطر انا ما نخدمش حييت بصح ليلو قحاد يطيب لك تحدد لك انا ثاني ذكا ندير عيد ويروح تاع العيد في العيد تحجل عليلو خلط فيك ولاني هنا درز عليه صحه
على خير خويا عليلو. سكن بوخوك. سكن بوخوك. يا سكن بوخوك. هاكا الاندياني. والله ما ندير لي بوم باش ما نقبض لكوش. بيتي كيس تجودين وين. هذا هبط كابا وخلص. اوه كمالك قتايا زعما تهضر بال بالك ما تفاكش دي السيريو. جارتك لمين ذاك ما تجيش؟ قلعة دلالة شغل صافي. سوري شكوف خشتن عينو عالموديل حالنا صح جدي يعيش لا ليموت يرى ايه يا عنيا لو زودت الكلام شوية اجيب لك اخويا عليلو. انا مش اخوك يا فوزية جميل تراحي متزاحي وانا يا الاردن شباب دركيما تخلطت يا سمعتيش دركيما هذيك بكري قبل ما نتزوجوا ليلي ليلي عمي حسيسن ولي تراحي متزاحي وانا يا الارض شبه Kasba İstanbul. Gerçek ustaların ellerinden. بوتيك دي فواياج تنظم وجهة سياحية جديدة خارج الوطن بلغاريا. هذا العرض خاص بالعائلات. سناكي Can't stop eating. ولكن أحيانا فقط زبدة الراعي تكفي. زبدة الراعي مأخوذة من أجود المراعي. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. مع توبسول فريشور لافاند عطر جميل يغزو منزلكم. توبسول ينقلكم إلى عالم آخر من الأحاسيس. ودمي ريح جي في وقتك في الشباب. وش كدير؟ أني سناكي. راح أبو. هاك. ليه 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 ليه؟ يا سامي أكون دك لين هتقرميش خنش 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 توش حبيت أنا سناكي أنا شوية يا وديرة يا خديجة هبك قعتك يا دي احبس احبس سناكي Can't stop eating. للي ساكن في الكوزينة يطيب وعمره ما يمل يحوس على شلاطة بينا وشنو هو الحل مايونيز مستر طبعا مستر هو الحل هو الحل واللي يموت على الخرجات مش اكل اشهل مأكولات فخيت امبورغر بيتزات وشنو هو الحل كيتشب مستر طبعا مستر هو الحل هو الحل واللي عرض كل اصحابه وفي الشغدة تلاقى احبابه والمشوي على الباربيكيو وشنو هو الحل موت اخد مستر طبعا مستر مستر هو الحل الماكلة ناقصة بنا زيد مستر وتهنى مستر سي سوبر رامي
احكي مليح. خالتي صفيا جات تخطب لوليدها نسي. مرحبا بكم. خالتي عيشاء رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي وين الصال دو بان؟ وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد بتركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب. توب جافيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانيه.